بناء الإنسان وكاين بناء المغربي في آن واحد، فهذا يقتضي مقاربة حضارية حول ما نريد تمريره في وتلقينه في وإلقائه في 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 مقررات الدراسية والتربوية. إذا نرجعوا للاقتراحات الأربع، والسؤال الذي طرح: أين اليسار من هذه المسيرة ومشروع هذا المشروع تحقيق الذات والتقرير المصير واستقلال الذاتي الفردي والجماعي؟ الجواب على هذا السؤال يقتضي برنامج سياسي ليس بالمعنى الانتخابي للكلمة، وإنما توجه سياسي واضح واقتراحات عملية، أو بعبارة أخرى خريطة طريق توجه عمل اليسار في المستقبل القريب. أولا، التمكين الجماعي والمجتمعي يحتاج اليوم إلى حوار وطني واسع يضم كل القوى المتجذرة حاضرا أو سابقا في المجتمع، غير القوى التي هي اليوم غير راضية عن الوضع السياسي والمؤسسات الحالية، والتي تسعى إلى توسيع دائرة الشرعية والمشروعية السياسية بقدرتها على الإنصات على الطبقات المتوسطة والشعبية، وعلى ترجمة هذه الانتظارات إلى تصور شامل وإلى اقتراحات عملية. وهذا الحوار الوطني قد يتميز بالقواعد التالية: أن يكون أفقيا، أي معنى أنه يكون بين مكونات القوى السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني، بغض النظر عن الملكية. وبعبارة أخرى، يجب أن يكون حوار بين مكونات المجتمع المغربي يتجاوز التعبير عن موقف من الملكية، كيفما كان هذا الموقف مؤيدا أو منتقدا، لأن قدرتنا على بناء مستقبل مشترك رهين بإمكانية بناء فضاء سياسي مشترك، لأن الملكية ليست ببداية ولا نهاية، ليست بداية ولا نهاية السياسة والعمل السياسي بالمغرب، كما تدل على ذلك أخطر مرحلة في تاريخ المغرب، ألا وهي مرحلة الاستعمار التي كانت الحركة الوطنية هي المحتضن لمشروع الاستقلال وحماية الوطن، وهي التي أقرت بأن الملكية جزء من هذا المشروع الوطني. وهذا النقاش حول المغرب الذي نريده فرصة لمناقشة دور الملكية في المغرب، لا نأتي بأحكام مسبقة، لا نأتي بمواقف معينة، لكن في نهاية المطاف مخرجات هذا الحوار الوطني تأتي بتصور لدور الملكية في المغرب بإيجابيتها وبسلبيتها، وكيفية توجيه الملكية والدفع بها إلى ما هو في مصلحة الوطن وما في مصلحة استمرار الملكية نفسها. وبحكم طبيعته هذا الحوار لا يجب أن يقتصر على اليسار، وإنما يجب أن يضم الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية والأحزاب المنتدى من الحركة الوطنية والفاعلين الليبراليين والنقابات والمنظمات المجتمع المدني. ثانيا، مشروع سياسي مستقبلي يجب أن يكون مشروع
تمكين سياسي يقتضي ديمقراطة المؤسسات القائمة عن طريق توسيع دائرة القرار السياسي الخاضعة للمساءلة والمحاسبة. وهذا كان الحل ربما مبدأ نظري حرر في دستور 2011، ولكن تراجع كثيرا ولم يطبق فعلا، وهذا يحتاج إلى عمل سياسي وتكتلات واسعة. وهنا يجب تجاوز الانقسام بين من جهة الأحزاب التي قررت المشاركة في المؤسسات البرلمانية والحكومية من جهة، ومن جهة أخرى الأحزاب التي فضلت العمل عن خارج هيكل الدولة أو خارج الحكومة. وهذا التجاوز لا يمكنه أن يتم إلا بتحديد معايير ملموسة وشروط واضحة للمشاركة في المؤسسة القائمة وفي العمل الحكومي إن اقتضى الضرورة أو الاختيار عند الفاعلين السياسيين. وهذه المؤشرات أو المعايير الملموسة والشروط الواضحة للمشاركة تعني أن يجب على اليسار أن يتجنب أخطاء تجربة حكومة عبد الرحمن اليوسفي التي قدمت نفسها بأنها تسعى إلى تحقيق الانتقال الديمقراطي دون تحديد حد أدنى من مؤشرات ومعايير النجاح التي من دونها تكون التجربة فاشلة وتحتاج إلى إنهائها أو إعادة النظر فيها قصد تغيير طبيعة ونوعية دور اليسار في المؤسسات الحكومية. والإشكال الأساسي هو أن دون هذا التعاقد الحكومي الذي يحدد أهداف واضحة ومعايير ملموسة للنجاح تصبح المشاركة في الحكومة هدف بحد ذاته. وكان المشروع السياسي اليسار وكأن في هذا المنظور أو من هذا المنظور المشروع السياسي اليسار يتحقق فقط بفضل حضور وحضوره أو حضور أعضائه وممثليه في المجالس الوزارية. هذا طبيعي الحال ليس هو المقاربة، ليس هي المقاربة الصائبة، وإنما نحتاج إلى هذه المؤشرات والحد الأدنى للمشاركة أو القرار المشاركة في العمل الحكومي. ومستقبلا قيادة اليسار للحكومة مقبلة أو مشاركة في تحالف حكومي تقتضي تحديد هذه الشروط وأهداف واضحة تخدم هدف ديمقراطية الدولة عن طريق توسيع فضاء القرار الذي يخضع للمساءلة والمحاسبة متمثلا في دائرة قرار رئيس الحكومة ومناصب أخرى في الحكومة. وفي هذا الصدد إن مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في حكومة عبد الله بن كيران كانت تصب في ذلك، وكانت فرصة محدودة لتوسيع هامش العمل الذي يخضع للمساءلة والمحاسبة بما فيه تموقع رئيس الحكومة آنذاك ومناقشته العالمية لقرارات الملك وتوضيح نقاط الاختلاف معه. وتوسيع دائرة القرار الذي يخضع للمساءلة والمحاسبة هو ليس توجه، هو ليس فقط يعني توجه منسجم مع المطلب الديمقراطي وديمقراطة الدولة، وإنما هو شرط لنجاعة عمل وقرارات الدولة، حيث أن المساءلة والمحاسبة تسمح بتحليل الأخطاء وسبل إصلاحها على عكس ما يقع في غياب أي محاسبة أو مساءلة لهذه القرارات. ويجب أن نوضح هنا أن التحول الديمقراطي ليس بتحول مستقيم وخطي، وإنما يحتاج إلى خطة خاصة بالأنظمة المزدوجة أو الهجينة، كما هو الحال بالنسبة
للنظام السياسي المغربي، حيث أن النظام السياسي المغربي هو مزيج من مؤسسات ومكونات وفضاءات ديمقراطية وأخرى سلطوية. وفي هذا الصدد، أولوية اليسار وكل من أراد أن يتحالف معه يجب أن تصب في هذا الديمقراطة الدولة وتوسيع الفضاءات الديمقراطية داخل المؤسسات وإضعاف الممارسات الديمقراطية التي تربط بشكل عضوي القرارات بالمساءلة والمحاسبة. وديمقراطة الدولة مشروع يحتاج إلى تحالفات واسعة تبرز خلال أو على إثر الحوار الوطني الذي ذكرته قبل قليل. ثالثا، المشروع السياسي المستقبلي هو كذلك مشروع تمكين اقتصادي يسعى إلى معالجة وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية ألا هي فوارق ترابية واحتجاجات الريف سنة 2016، واحتجاجات التي شهدت عدة المدن صغرى ومتوسطة أخرى، إضافة إلى عواقب الجفاف والتغيير المناخي وزلزال الحوز، يعني وخصوص زلزال الحوز الذي يعني يؤكد عدم توفر حد أدنى من سلامة معمارية ومن تهجير بسبب اندثار الفرشة المائية ومصادر القوت اليومي، ما هي إلا الترجمة الإنسانية والحية للمؤشرات التهميش الاقتصادي والاجتماعي الذي يعاني منه سكان هذه المناطق. ومن ضمن أهم أسباب هذا الوضع كيفية اتخاذ القرارات في المجال الاقتصادي، حيث أن مضاربة المصالح والخلط بين القرار السياسي والإغناء الشخصي لأصحاب السلطة على حساب المصلحة الوطنية أفسدت طبيعة السياسة الاقتصادية. ومعالجة هذا الوضع يحتاج إلى سياسة اقتصادية جديدة تنقلنا من اقتصاد الريع ومضاربة المصالح واستغلال مواقع السلطة إلى سياسة اقتصادية هدفها تقليص الفوارق الاجتماعية عن طريق استثمارات في المرافق العمومية من الصحة والتربية والتكوين وطرق وسكك حديدية وأقطاب صناعية في المناطق القروية النائية والمهمشة وفي المدن الصغرى والمتوسطة. وهذا التغيير الجذري في السياسة الاقتصادية أساسي، لأنه من دونه لا يمكن للمجتمع بشكل فردي أو جماعي أن يحقق الذات بسبب غياب حد أدنى من شروط الحياة الكريمة، في ظل غياب الخدمات الاجتماعية الأساسية، علما أن السياسة الاجتماعية جزء من السياسة الاقتصادية، لأن الاستثمار في الخدمات الاجتماعية والعمومية الأساسية هو استثمار في الرأسمال البشري الذي يشكل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والقدرات الإنتاجية والإبداعية. والسياسة الاقتصادية الجديدة، أو بعبارة أخرى السياسة الاقتصادية التمكينية، هي المفتاح الاقتصادي الحاضر والمستقبل، الاقتصاد الحاضر والمستقبل، ألا وهو اقتصاد غير مادي واقتصاد المعرفة وقدرة المقاولات على إنتاج وتحليل وتوظيف المعلومات وربط الاقتصاد غير المادي بالاقتصاد المادي الذي هذا الربط بين الاقتصاد المادي والغير المادي، وبالخصوص ما يخص الاقتصاد المادي هو الذي ينتج سلع الإنتاج والاستهلاك وسلع الاستهلاك المادي عن طريق شبكات قادرة على الربط المستمر بين ما هو مادي وما هو غير مادي. والتمكين الاقتصادي يضم كذلك إعادة النظر في العلاقة بين رؤوس الأموال والمأجورين، وإتاحة المأجورين فرص إشراكهم في اتخاذ القرارات الكبرى وتوزيع جزء من الأرباح لصالحهم، قد يشكل حافزا قويا لتملك أهداف المقاولة ومضاعفة الجهود لرفع من الإنتاج والمردودية. رابعا، سوف أختم هنا، تطوير قدرات
المجتمع في مواجهة التحديات العالمية الكبرى من ذكاء اصطناعي وتحول مناخي وأمن وسلم، لأن التمكين يضم كذلك قدرات الأفراد والمجتمع على معالجة قضايا تتميز بطبيعتها الكونية والتي لا يمكن أن تعالج إلا بالتعاون مع المجتمعات والدول الأخرى وبناء تكتلات واسعة والمساهمة فيها، لأنها تهم ظروف ومحددات وجود الإنسانية ونحن جزء منها على الأرض. وكل هذه التحديات لا تعرف الحدود، وإنها تمس جميع المجتمعات وتطرح سؤال كيفية معالجة بشكل استباقي انعكاسات وآثار الحداثة برأس مالياتها وتطورها التكنولوجي على جميع أشكال الحياة الإنسانية وغير الإنسانية بتغييرها وتدميرها. والجواب الأنسب والأنجع على هذا السؤال لا يمكن أن يأتي إلا في سياق متعدد الأطراف أو تعدد الأطراف من الاتحاد الإفريقي وأمم متحدة، وربما في إطار مغاربي إن تم تجاوز الصراع الحالي مع الجزائر. وهذه التحديات لا يمكن أن تواجه إلا بسياسة خارجية قوية بقدرتها على التحليل والاستشراف وبقدرتها على أن تساهم في النظام العالمي الجديد الذي ينجب تحت أعيننا. والحربين على غزة وعلى أوكرانيا ما هي إلا تعجيل لهذه التطورات الهيكلية للعلاقات الدولية. وفي هذا الصدد، إن الحرب الاستعمارية وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني تسلط الضوء على القرارات الخاطئة التي اتخذت في مجال السياسة الخارجية، خاطئة لأنها بنيت على تحليل غالط للأوضاع الدولية، وخاطئة لأنها لم تتمكن من تحديد التموقع الاستراتيجي الصائب للمغرب. وبالخصوص تم التوقيع على اتفاقية إبراهيم انطلاقا من تحليل خاطئ، لأنه اعتبر أن أو مطلق أن القضية الفلسطينية من هذا المنظور أصبحت شيء من الماضي، وإنه يمكن أن ينتج شرط أوسط جديد بدون الفلسطينيين. بل هدف اتفاقية إبراهيم من منظور إسرائيلي كان إقبار القضية الفلسطينية. ومن البديهي القول أن اتخاذ القرارات السياسة الخارجية يبنى على مصالح الوطنية، هذا يعني من المسلمات. لكنه الإشكال ليس في هذا المنطلق، وإنما في كيفية تحديد تلك المصالح الوطنية. ونشهد اليوم أن ما كان ينتظر من عائدات اتفاقية إبراهيم على المغرب جد محدودة، هذه العائدات جد محدودة بالنسبة للمغرب، وإن لم تكن شبه منعدمة، لأن ما كان ينتظر من موقف أمريكي حول الصحراء كان سطحيا على غرار سطحية الرئيس دونالد ترامب، حيث أن الأولويات المتحدة لم تغير موقفها من الصحراء في مجلس الأمن وفي القرارات مجلس الأمن التي تصوغها واشنطن بنفسها، لأنها هي حاملة القلم البين هولدر فيما يخص نزاع الصحراء. شكرا جزيلا. عندي جوج كلمات أختم. والكارثة الإنسانية والأخلاقية التي نشهدها اليوم في غزة بتواطؤ ودعم عسكري من الولايات المتحدة وأهم الدول الأوروبية، كما أشار إلى ذلك العديد من المتدخلين سابقا، فهذا التواطؤ أو هذه الكارثة تسلط الضوء على حقائق مهمة
ومنها أن القضية الفلسطينية قضية وطنية للمغاربة وجزء من المصلحة الوطنية، لا يمكن الاستهان بها، لأن المغاربة عند الموعد عند محاربة الاستعمار والدفاع عن الحرية والكرامة. شكرا. شكرا رفيق الرئيس، سعيد بالمساهمة في الجامعة السنوية لحزب التقدم والاشتراكية في صنعاء حول موضوع اليسار بين الوفاء والتجديد. سعيد أيضا بالمشاركة إلى جانب رفيق الأعزاء والأفاضل أخواتي الأخوة الأفاضل في هذه الجلسة المخصصة لقراءات في مسار اليسار المغربي. يمكن القول بداية من باب التشخيص، تشخيص واقع اليسار، بأنه لا يوجد بالتكبير اختلاف بشأن قراءة وتشخيص وضع الحالي اليسار المغربي وضع اليوم، والذي يمكن اختصاره إجمالا في أمرين. أولا، واقع التشتت، تفرق يسار شعوب وقبائل. ثانيا، واقع الضعف، نحن اليوم أمام يسار متشتت وأمام يسار ضعيف، وأقصد بالضعف عدم وجود القدرة على تبوء أي مكون من مكونات اليسار مركز الصدارة في المشهد الحزبي المغربي، أو القدرة على قيادة أي تغيير منشور. إذن اليوم نحن أمام أو أمامنا رهانان. الرهان الأول هو رهان تجاوز واقع التشتت، والرهان الثاني تجاوز واقع الضعف. نريد يسارا متكتلا، ونريد يسارا قويا. حينما أقول يسار متكتل، لا أقصد هنا التكتل الحزبي يعني الضيق، بل يسار كفكرة بطبيعة الحال. لبحث سبل كسب هذين الرهانين سأتناول فكرة التوافق اليساري، التوافق اليساري العريض، من خلال يعني قراءة في المعيقات. أولا، وضع الأسبوع على مكامن الخلل والنقائص، وفي شروط النهوض اليساري المطلوب. وأكرر مرة أخرى، لا أقصد النهوض الحزبي اليساري، لأنه مداخلتي تلتقي في كثير من أجزائها مع ما تفضل به الرفيقان العزيزان رفيق الأحد ورفيق الأمين العام. سأحاول أن لا أكرر بعض المضامين. إذن لبحث سبل كسب هذين الرهانين، لا بد أولا قراءة سياق الحل والوقوف على الصعوبات والمعيقات التي تحول دون المطلوب. وأود أن أنبه إلى أمر أنوه إلى أمر أساسي، وهو أنه حينما نشير إلى المعيقات والصعوبات والنقائص والاختلالات، ليس الهدف أبدا تقاذف الاتهامات أو إلقاء اللوم أو العتاب أو النظرة والاقتصار على الماضي، بل هي محاولة نريدها أن تكون موضوعية، والهدف هو التوجه إلى الغد، الهدف هو التوجه إلى المستقبل بأمل. فيما يتعلق بالمعيقات، طبعا هناك معيقات الطابع الموضوعي ومعيقات الطابع الذاتي، مرتبط بالذات اليساري الحزبية بكل تأكيد، وهناك معيقات أخرى يعني على مستوى الموضوعي. مثلا هناك معيقات ذات بعد عالمي عبر القارات، وهناك معيقات ذات بعد وطني. فمن ضمنها أولا ثقل إرث التجارب الاشتراكية الفاشلة، تأثير
انهيار المنظومه الاشتراكيه، التاثير النفسي على احزاب اليسار وعلى مناظره مناظري اليسار وعلى قوى اليسار وعلى سائر الشعوب، تراجع لاشعاع الحركات العماليه بمختلف اشكال تعبيراتها. حينما اقول هذا التراجع، حتى وان حققت هذه الحركات العماليه بعض المكاسب بالطبع الاجتماعي والسياسي، فهذه المكاسب حققتها بان الراسماليه العالميه استخدمت واستعملت واستغلت افكار اليسار وبرامج اليسار وخطاب اليسار ولغه اليسار لتجاوز ازماتها وللتعامل مع مطالب هذه الحركات العماليه الاجتماعيه. فالراسماليه العالميه استغلت افكار اليسار لتحافظ على وجودها، على كينونتها، على استمراريتها، لان الراسماليه تحمل في طياتها، في تناقضاتها، بذور فنائها وبذور انهيارها، ولحظه الانهيار قادمه لا محاله. الراسماليه ماشي دائما تستطع انها تتجاوز الازمات ديالها، مرات العديد من الازمات استطاعت ولكن ماشي دائما. كان اخر امتحان هو الامتحان ديال كورونا، مره اخرى استطاعت انها تنفس وزيد، كان ممكن ان كورونا تقضي على الوجود الراسمالي. كذلك في هذه المعيقات في استحضار طبعا دائما السياق، هناك التصاعد المد اليميني، المد اليميني المتطرف، التيارات الشعبويه الليبراليه الفوضويه، مقابل ماذا؟ مقابل تراجع بين للاحزاب اليساريه التقليديه الكلاسيكيه في عدد من الولايات. وطنيا ايضا هناك بعض المعيقات. اول معيق هو العزوف المواطنات والمواطنين على خاصه الشباب على العمل الحزبي وعلى المشاركه السياسيه. واكبر متضرر من هذا العزوف هي قوى اليسار. لان الاصوات التي يمكن ان تحدث الفارق هي اصوات مداعمه لقوى اليسار. طبعا الوقت لا يكفي للخوض بالتفصيل في تجليات هذا العزوف واسبابه وسبل مواجهته. احد اهم معيقات الصعيد الوطني ذات البعد الوطني الموضوعيه دائما هو وجود توجه يرى باولويه التنميه على الديمقراطيه. السؤال الجدلي التنميه والديمقراطيه. هذا التوجه لا يقول فقط بتغليب التنميه على الديمقراطيه، بل يذهب الى حد الاكتفاء بالتنميه مقابل الغاء الديمقراطيه. وحينما نقول الغاء الديمقراطيه يعني موقف سلبي من الديمقراطيه. هذا الدستور 2011 في ظل اعتبار الاحتياط الديمقراطي كثابت من ثوابت الامه الجامعه. إلغاء الديمقراطية ماذا يعني؟ يعني إلغاء الأحزاب السياسية وإلغاء الانتخابات وإلغاء الدورات الانتخابية. معنى هذا طبعا حينما نقول إلغاء الأحزاب السياسية نقصد أساسا الأحزاب التي تمتلك استقلالية قرارها أو التي يمكن أن تمتلك استقلالية القرار، وضمنها طبعا أساسا أحزاب اليسار. بمعنى انه النتيجه موقف سلبي شئنا ام ابينا من احزاب اليسار، ومن صعود محتمل لاحزاب اليسار حتى لا تشكل في المستقبل قوه تؤثر وتخلخل موازين القوى بالشكل الذي لا يخدم مصالح هذا التوجه وهذه الاطراف. للاسف باعتقادي ان هذه القناعه موجوده عند هذه الاطراف، ونحن اليوم يمكن ان نقول اننا امام ازمه ثقه في احزاب اليسار. اتحدث هنا عن اساسا عن احزاب اليسار التي تشتغل من داخل المؤسسات في اطار الدستور وفي اطار ثوابت الامه الجامعه. للاسف حتى بشكل لا شعوري احزاب اليسار تجد نفسها مطالبه بالدفاع عن نفسها وبتبرير مواقفها. هذا يقودنا كذلك إلى أننا نستشعر بوجود أياد تعمل طبعا أياد هذا التوجه والأطراف تعمل على تكريس واقع تشتت اليسار وواقع ضعف لا أقول الضعف
اليسار ولكن الواقع إضعاف اليسار. إلى جانب هذه القراءة في المعيقات الموضوعية وسأكون قاسيا قليلا، أتمنى مرة أخرى أن لا يفهم من كلامي بأنني أوجه الاتهامات أو أتقاذف الاتهامات أو ألقي باللوم. هناك معيقات بالطبع ذاتي من بين ذاتي، يعني ذاتي مرتبط بالذات الجماعية لكل الأحزاب، أحزاب اليسار. من بين هذه المعيقات أولا الاعتقاد بامتلاك الحقيقة، نوع من التعالي الفكري والسياسي والفوقية الفكرية، أي الاعتقاد بأن رأيي وموقفي هو الحقيقة المطلقة، هو الصواب، والباقي يخلقون خط عشوائي. هذا معيق ذاتي يجب تجاوزه. المعيق الثاني تضخم الأنا الحزبي، أي الاعتقاد بامتلاك القوة لكيان حزبي واحد منفرد لإحداث التغيير. أنا القوة اليسارية الوحيدة في هذا البلد، ولا أحد غيري يمكنه أن يستفيد بهذا الأمر، ومن يريد أن يعترف بذلك فعليه أن يدخل في جبابي وتحت جناحي. ثالثا تقوقع بعض مكونات اليسار على ذاتها والتخوف من الانفتاح على باقي القوى الحية والوطنية والفعاليات المجتمعية ومختلف التأميرات الأخرى. رابعا فقدان الخطاب اليساري لجاذبيته ولتأثيره وسط الجماهير الشعبية، فهو إما خطاب عتيق قديم أو خطاب مستهلك من قوى اليسار، مستهلك من أحزاب أخرى، ومستهلك حتى من الرأسمالية. اليوم خطاب اليسار ولا منشأ عند الجميع. خامسا أحيانا نصطدم ببعض المقاربات والمواقف تعكس نوعا من الجمود الفكري، نوع من التحجر، نوع من التعصب والتمسك بالقوالب الجاهزة، بالنماذج الجاهزة. في المعيقات الذاتية في اعتقادي أيضا أنه أحيانا نشعر بأن هذا التنافر بين أحزاب اليسار ليس تنافرا بين أحزاب، بين هيئات، بل تجد التنافر بين أشخاص، وهذا التنافر بين أشخاص يلقي بدلاله على واقع التشدد. السؤال، هل يكفي تكتل اليسار ليتحول إلى قوة قادمة قادرة على قيادة التغيير؟ يعني بمش مش هذا شرط فقط، غير فقط تجمع اليسار التوحيد تكتل بأي صيغة من الصيغ، يمكن أننا أن اليسار يتحول إلى قوة قادمة غدا، بالتأكيد أن ذلك لا يكفي. فالتكتل وحده ليس غاية في حد ذاته، أكيد لا بد من توفر شروط أخرى تضمن لكسب رهان اليسار القوي، رهان قوة اليسار، وبالتالي تحقيق الصعود المنشور لليسار. نتحدث هذا ونحن متفائلون بمستقبل اليسار وتجديد روح اليسار وتطوير فكر اليسار من خلال نقاش بنفس وحدوي، نقاش بنفس حقيقي جدي شجاع، نقاش بنفس وحدوي إيجابي. فما هي هذه الشروط؟ أولى هذه الشروط هو استحضار المعيقات الموضوعية التي تكلمنا عليها، وإيجاد السبل الوجيهة الكفيلة للتعامل معها، وتوفر الإرادة السياسية القوية الجماعية الحقيقية لتجاوز المعيقات الذاتية. أيضا استحضار مجموعة من المؤشرات الإيجابية والاستفادة من بعض التجارب الناجحة لليسار بتأميراته الجديدة في بعض البلدان. كذلك أمام تصاعد كلفة المعيشة، وأمام تولي ارتفاع الأسعار، وأمام تدهور القدرة الشرائية، وأمام الحاجة إلى الدولة الاجتماعية، وهذا ما أكدته كورونا. كورونا أكدت بأن الدولة القوية هي الدولة الاجتماعية، الدولة القوية هي الدولة الحامية. أمام كل هذا المواطنات والمواطنون سيحتاجون إلى أمل، يحتاجون إلى بديل. هنا يبرز دور اليسار التاريخي. على المستوى الداخلي والحزبي لابد من اعتماد مقاربات ناجحة
للاطلاع بدور تحضيري حقيقي للمواطنات والمواطنين، كذلك التوفر على آليات ملائمة ومواكبة لمتطلبات العصر مرتبطة متعلقة بمسألة الاستقطاب واستقبال الطاقات الجديدة، كذلك الاهتمام بتكوين المناضلات والمناضلين جدد، تكوين الشباب لصيانة الهوية السياسية لليسار والتمسك بالمنطلقات الفكرية القيادة المبادئ، حماية الهوية اليسارية، حماية الهوية الاشتراكية التقدمية الديمقراطية الحدثية لمواجهة هذا الأمر. علاش لمواجهة أطروحات المكان كي قلت بنهاية الإيديولوجية؟ فبمعنى اليسار اليوم عليه أن يحافظ على تميزه من خلال تمسكه بالقيم والمبادئ، ما يمكنش نتكلم ولا نرجع القيم والمبادئ. هذا الشيء اليوم شعار الجامعة الوفاء والجزية، الوفاء لهذه الأسس المطلقة الفكرية، الوفاء للقيم، الوفاء للمبادئ والتجديد في طرق وأساليب العمل. اليسار أيضا مطالب بتجاوز الصعوبات المرتبطة بالتسيير والإدارة والوسائل والموارد البشرية والمالية. مثلا خليني أعطيكم مثال، حزمة حزب التقدم والاشتراكية عانينا بعد 2016 خمس سنوات إيجاف مالية كانت صعبة جدا، أنه تقريبا كان هناك عدم توفر الإمكانيات المالية والوسائل المالية يعيق العمل الحزبي والعمل السياسي. اليوم أيضا وأنا مع رفيقة نبيلة، حزب الشراكة الموحد اليوم ما كيستفدش من الدعم العمومي وعنده مشاكل مالية، مرتبطة لأنه شروط التوصل بالدعم العمومي ما على كل يوم. ماشي بالنسبة لمشاريع حزب الشراكة الموحد، هناك أحزاب أخرى اليوم لا تستفيد من الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية. طيب كل هذا طبعا أيضا القدرات والسياسة التواصلية كذلك، كل هذا سينعكس على الأداء السياسي والأداء الانتخابي، خاصة أمام الطريقة التي تمر بها الانتخابات وأمام الأساليب والوسائل المستعملة التي في جميع الأحوال تتجاوز بكثير قدرات اليسار ولا تنسجم لا مع قيمه ولا مع مبادئه. أيضا الشرط الآخر وهذا مهم، وهو وضوح التموقع الطبقي المسؤول إلى جانب الفئات الكادحة من شعبنا، فئات الفقيرة، العمال، الفلاحين، الفئات المقصية، الفئات المهمشة، طلبة، مثقفين، طبقات الوسطى المتضررة من السياسات التقليدية وتوسيع الفوارق الطبقية. كذلك اليسار مطالب بتوفر على نخب مناضلات ومناضلين قادرين على تجديد هذا النفس اليساري ومواجهة الصعوبات والمعيقات المطروحة وإيجاد السياق المناسبة للتعامل مع سؤال الديمقراطية الداخلية. ثم الانفتاح على التعبيرات، هذا هو الأهم، وهنا نتلقاو كثير مع الفضول الرفاة المجتمعية الاجتماعية الجديدة والفعاليات اليسارية. اليوم عدد من الفعاليات لا توجد داخل الأحزاب السياسية، توجد خارج الأحزاب وتنشط في واجهات أخرى، لكنها فعاليات تحمل فكر اليسار ومتشبعة بقيم ومبادئ اليسار. يمكننا في إطار الحفاظ على الاستقلالية والحزبية وفي إطار التعددية والقبول بحق التحفظ والقبول بحق الاختلاف والرأي المخالف وتوسيع مساحة النقاش والحوار وتقوية ما يمكن أن نسميه دعائم وآلية حكامة توافقية سياسية يسارية نحو ما يمكن أن نسميه توافق يساري. توافق يساري، ماشي حزب يساري واحد أو تكتل يساري بالأحزاب فقط. توافق يساري ماشي بالضرورة يكون إجماع، يعني اتفاق كلي مطلق حول جميع القضايا. توافق نوع من آلية، نوع من التعامل السياسي يقوم على تقديم تنازلات والحصول على مكتسبات يعني بشكل متبادل بهدف الوصول إلى حل وسط
ايجابي بين الاطراف، قد لا يرضي بالضروره جميع الاطراف لكن متفق عليه. توافق يساري لا يضم الاحزاب فقط بل كل التعبيرات ذات النفس اليساري ذات النفس الاجتماعي، ودعم هذا اساسي بحركات اجتماعيه مواطنه وباشكال واساليب جديده غير تقليديه وبابعاد اجتماعيه وايكولوجيه. هل هناك حقا امل في انبثاق توافق يساري عميق يشكل قوه تغيير صاعده؟ نعم، ماشي مساله امل بل ضروره. صعود اليسار ضروره وضروره ملحه ضروره قصوى في تقديري لسببين بهما باش غادي الرفيقه العزيزه. السبب الاول انه بعد دستور 2011 عشنا اولا فترتين انتدابيتين قادها حزب بمرجعيه دينيه عدلوي 2011 2016 2016 2021. الان نعيش فتره انتدابيه بحكومه ليبراليه واضحه المعاني، يمكن تبقى هنا يمكن فتره انتدابيه اخرى. المنطق يقول بعد تجربه حكومه يقودها حزب بمرجعيه دينيه وتجربه حكومه ليبراليه وفي اطار ما يمكن ان نسميه الدوره الديمقراطيه، تحدث عن الدوره الديمقراطيه وفي اطار التداول الديمقراطي، الشعب غنم سيحتاج الى بديل جديد، سيحتاج الى امل جديد. تم بين قوسين استهلاك قوادات المرجعيه الدينيه، تم استهلاك القوى الليبراليه، البديل المطلوب حفاظا على الامل حفاظا على السلم الاجتماعي هو اليسار، حكومه من عده اغلبيه، حكومه من عده احزاب لكنها احزاب يساريه متوافقه على ارضيه عمل مشترك في اطار توافق يساري. طبعا هذا يتطلب تجاوز مساله الثقه، اي ثقه في احزاب اليسار والاقتناع بالاختيار الديمقراطي كثابت من ثوابت الامه الجماعة. هذا التغيير في تقديري لا يجب ان ياتي، ما قلتش بلا دوره انتخابيه. ما معنى دوره انتخابيه؟ كتجي انتخابات كيطلع حزب، انتخابات اخرى يطلع حزب، لا ماشي هذا المقصود. دوره انتخابيه صحيح، كاين انتخابات كدار كل مره كيكون صعود، احزاب كتكون تحت كتطلع الى غير ذلك. قلت دوره ديمقراطيه بمعنى يجب ان ياتي في اطار موجه تغيير جديده، موجه كبرى ربما تكون الموجة الخامسة. عشنا الموجة الأولى موجة بناء المغرب المعاصر بعد الاستقلال، كانت دعائم الدولة المغربية. عشنا موجة التغيير الثانية الكبرى السبعينات مع المسيرة الخضراء والمسلسل الديمقراطي. عشنا الموجة الثالثة ديال التغيير واللي فيها صعد الاتحاد الاشتراكي لقيادة عبد الرحمن اليوسفي في حكومة التوافقي بعد المنتمس الرقابة والكتلة الديمقراطية ودستور 98 ودستور 96. هذه كلها التسعينيات كتعتبر موجة ثالثة في التغيير الكبرى. ثم عشنا الموجة الرابعة التيارات ضد المرجعية الدينية، ما جاتش دورة انتخابية عادية، جات في إطار موجة تغيير، في إطار حراك اجتماعي 2011، في إطار دستور 2011. نحتاج إلى موجة تغيير كبرى خامسة تكون هي الموجة اللي نتحدثوا عليها بكل تفاؤل، تكون هي البديل، هي الأمل، هي المستقبل، هي موجة التوافق اليساري والنهوض اليساري القادم. شكرا. شكرا جزيلا رشيد ركبان، شكرا للأستاذة والأساتذة المتدخلين على مداخلاتهم القيمة والذين تناولوا مسارات اليسار المغربي من خلال مقاربات وزوايا نظر مختلفة أغلب موضوع هذه الجلسة. سأنتقل مباشرة إلى باب التفاعل بتسجيل لائحة الأسئلة أو الملاحظات التي أتمنى أن تكون مباشرة لأن ما زلت تبعنا جلسة ثانية. تفضلوا. Thank you.
رفاق إذا كان ممكن غادي نسالو غير التفاعل يعني في حدود واحد 5 ولا 6 ديال المداخلات وعاد نخرجوا باش تساعدونا شوية الله يسلمكم راه عندكم واحد البوز عندكم استراحة نرجعوا للأماكن ديالنا Thank you.